100 عام وعام على الأردن، الدولة التي اكتسبت من النهر اسماً لها، ذلك النهر الذي سالت فيه الدماء العربية بكل ألوانها، فحق لبعضهم أن يسموه نهر العرب. ففي شرقه تتقاطع الهويات. هرب الفلسطينيون للأردن من المحتل قبل 75 عاماً، ثم هرب السوريون لها من بعث الأسد، وقبلهم بسنوات هرع العراقيون لهذه الأرض هرباً من بعث صدام حسين وممن جاءوا من بعدهم. تتكدس الشعوب المنكوبة في الأردن الذي يرفض باستمرار أن يكون وطناً بديلاً للمنكوبين، فالهوية في هذه الأرض مسألة حساسة انفجرت أكثر من مرة في تاريخ الأردن. صالح القلاو بدوي أردني سليل مشيخة عشائرية، والرفيق البعثي لياسر عرفات، الرجل الذي قاتل على النهر وعارض الحكومة ثم أصبح بعد سنوات وزيراً فيها. حياك الله أستاذ صالح. أهلا. أنت أردني أردني ولا أردني فلسطيني؟ أردني جدا. أردني جدا. تعتقد الأردن عنده أزمة هوية؟ لا. تحب الحكومة؟ ما بحبها، هي مش عروس. أنت مناضل ولا وزير مع الحكومة؟ مناضل. لست وزيرا مع الحكومة؟ مناضل. بس التاريخ يقول أنك كنت وزيرا مع الحكومة وكنت تلقى بمعالي. حتى وأنا وزير مناضل. هل أنت شجاع؟ يعني لا أخاف. وش تعريف الشجاعة؟ الشجاعة عدم الخوف. وأنت لا تخاف؟ يعني أنا لا أخاف من العمل السياسي. هل أخطأ ياسر عرفات في حياته؟ جدا. بماذا أخطأ؟ كثير من الأمور. آخر اتصال كان بينك وبين ياسر عرفات، وش اللي دار فيه؟ كلمتين. قال لي: يا حبيبي يا صالح، ادروا علي، قدروا علي، ادروا علي. هل قتل فعلا؟ قتلوا الإسرائيليين وقتلوا إسحاق رابين. ايش معنى إسحاق رابين؟ لأنه الاثنين هذول عملوا عملية السلام. خفت من الموت؟ والله عمري ما خفت من الموت. كان قريب منك يوما ما؟ كثير. أنت كنت قريب منه ولا هو اللي كان قريب منك؟ لا، الموت هو قريب مني. أن تحب وتتزوج في ظل هذه الصراعات والأزمات وتأخذ زوجتك معك في كل أزمة تمر بها، هل تعتقد أن هذا نوع من أنواع الأنانية بأنك أدخلتها في صراعات؟ لا 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 لا, لا هذا خوف عليها. هي معي، هي لازم تكون دائما معي. هي معك بقرارك ولا بقرارها؟ بقرار الاثنين. ليش سميت ابنك الأول بشار؟ والله يشوف هذا شغلة، لأنه الاسم جميل ما له علاقة ببشار الأسد تماماً أبداً. ولو تذكرت هذيك اللحظة أنه هذا بشار الأسد يجوز ما سميته. والعرب مر عليهم حقيقة ظلام لا مثيل له. أنا مش معادي أشخاص، أنا معادي توجهات سياسية. ليش؟ لأنه في فلتات. ليش العرب ساكتين بالله؟ ليش؟ الإرهاب مين؟ داعش. مين بده يقضي على الإرهاب؟ يعني هذا احتكار لنظام بشار الأسد. مين العمل داعش؟ نظام بشار الأسد. هزيمة حزيران اللي مسؤول عنها الأنظمة اللي طرحت حالها قومية، ظلت تحشد باتجاه الحرب مع إسرائيل. ثم عندما جاءت لحظة الحرب كانت تلك الكارثة، كارثة 67.